تبغى استاذ اش كاين اللي ما في حق المرحوم الدكتور محمد طلال؟ يعني في هذه اللحظه صعيب تتكلم على محمد طلال وتتكلم عليه بايجاز، يعني مسيره طويله لا كاستاذ كمناضل كانسان جد 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 متواضع، ملي كينسالخ على يعني القسم ولا كينسالخ على المدرج كتلقاه انسان طيب، انسان يمكن اللي فيه جميع الخصال الحميده. ممكن نقولوا لسي محمد طلال ينعس في القبر ديالو مرتاح، لانه نيت ربى جيل كبير من الصحفيين وربى الاخوان ديالو وربى العائله ديالو، وانت كتشوف الحرقه ديال الاهل ديالو، فحتى اللسان ما كيطاوعكش انك تتكلم على محمد طلال في هذه اللحظات. كنتمنوا ليه الرحمه والمغفره، وكنتمنوا ليه ان شاء الله جنه الخلد، وحتى الابناء ديالو في المستقبل انه يسيروا على نفس النمط ديالو على نفس المسيره ديالو. الله يرحمك محمد طلال، الله يرحمك الدكتور محمد طلال. شكرا شكرا. مشاهدي قناة شوف تي في، يعني اليوم كما كتشوفوا معنا مباشرة من أحد المساحات الخاصة وفاة أحد الرموز الصحافة والإعلام في المغرب دكتور أحمد طلال. هذا الاسم هذا يعني اللي كون العديد من الأجيال، العديد من الصحفيين، العديد من رموز الإعلام في المغرب، فاليوم افتقدنا أحد النواة الأولى للإعلام في المغرب. فممكن تقول الصحافة وما تذكرش الاسم ديال الدكتور محمد طلال، مدير السابق للمعهد العالي للصحافة والاتصال بالرباط، وكذلك يأسس فرع ثاني مدينة الدار البيضاء، كذلك عليه الاسم ديال المعهد العالي للصحافة والاتصال بمدينة الدار البيضاء. في أجواء ديال الحزن، أجواء ديال الحسرة، يعني الساحة الإعلامية افتقدت رمز من رموز الصحافة والإعلام في المغرب. السلام كل على الصورة الآن الأستاذ مصطفى طلال، أخ تاع الدكتور محمد طلال، كذلك كما كتشوفوا في الصورة، فكذلك اللاعب الدولي السابق، كذلك لاعب رجاء بن ملال سفيان طلال. يعني هذا إنسان اللي توفى فهو العم ديالو، يعني أسرة ريادية، أسرة إعلامية، فهي افتقدت أحد الرموز الإعلام بالمغرب، والأمر يتعلق بالأستاذ محمد طلال. فأستاذ محمد طلال فقد فارق الحياة عن سن يناهز 76 سنة إثر وعكة حية، عفوا، اضطرت الى ادخاله الى احدى المستشفيات الخاصة. فجو من الاسى من الحزن. احنا بدورنا كقناة شوفو تي في نتمنى من الاهل ديالو من الابناء ديالو الصبر تعازينا الحارة في فقدان هذا الاسم هذا اللي كيتعد من اهرامات الاعلام بالمغرب، واللي تربات على ايدو اجيال كبيرة. بعد اثناء الاخ المرحوم الاستاذ مصطفى طلال، يعني كلشي كيعرفوا من خلال قناة الثانية، فالأخ ديالو الأكبر أحد أعمدة وأحد رموز الإعلام بالمغرب، فقد وفاته المنية عصر اليوم بإحدى المستشفيات الخاصة. كذلك كما كتشاهدوا معنا في الصورة، فالابن ديالو الأصغر
احمد طلال. اجواء من الحسرة من الحزن من امام احدى المساحات الخاصة. فابن ديالو احمد طلال فكياخذ التعازي. فممكن نذكروا الاعلام في المغرب ما نذكروش الاستاذ او الدكتور محمد طلال احد الاهرامات الاعلام بالمغرب. فعائلة طلال معروفة لا على الصعيد الريادي لا على الصعيد الإعلامي. فلا ذكرنا عائلة طلال كذلك نذكر مصطفى طلال المعلق الريادي وكذلك سفيان طلال لاعب كرة القدم كذلك الحكم طلال. كما كتشاهدوا معنا الابن ديالو الصورة يعني في هذه الأثناء الابن ديالو كيتلقى التعازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكنطلبوا المغفرة لهذا الهرم الهرم الإعلامي اللي عطى الشيء الكثير للصحافة في المغرب ولربى أجيال اللي جينا نذكروا. فالعديد من الصحفيين فمروا على يد هذا الهرم اللي ذكرنا حسن فتيح سعيد بالفقير أخ ديالو الأصغر مصطفى طلال عثمان الودنوني كذلك القائمة طويلة. فعلى الصورة ابن الأخ ديالو سفيان طلال اللاعب رجاء بن ملال وكذلك مصطفى طلال الإعلامي المتميز معروف على القناة الثانية. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي دائما انتما في مباشر هنا من إحدى المتعارف الصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء حيث توفي عصر اليوم الدكتور محمد طلال أحد رموز الصحافة والإعلام بالمغرب عن سن يناهز 76 سنة. للإشارة فالدكتور محمد طلال فهو المدير السابق للمعهد العالي للصحافة والاتصال بمدينة الرباط وبعد التقاعد ديالو فأسس معهد خاص كيحمل نفس الاسم واللي تلمذ على يده العديد من رموز الإعلام في المغرب أبرزهم حسن فتيح والأخ ديالو الأصغر مصطفى طلال وكذلك سعيد بالفقير. تعال الصورة ديالو لابن ديالو احمد اللي هو المسؤول التواصل داخل المعهد لنشؤوا الاب ديالو. فأصدقاء العائلة
وجوه اعلاميه وجوه رياديه، فهي الان تواجده بعين المكان. أجواء من الحسن والأسى هنا من أمام إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. فالناس اللي التحقوا إلى الآن فالأمر يتعلق بوفاة الدكتور محمد طلال أحد أعمدة الإعلام بالمغرب واللي فارق الحياة عصر اليوم في إحدى المساحات الخاصة عن سن يناهز 76 سنة. كما كتشاهدوا معنا في الصورة فعائلة ريادية عائلة إعلامية، ففي الصورة كنشوفوا الإعلام والريادة الشامة في صورة واحدة، اللاعب الرجوي السابق سفيان طلال كذلك المعلق الريادي مصطفى طلال. فكنتمناو الأهل والجويه الصبر والسلوان وإنا إليه راجعون. إذا المشاهدين قناة شوف تيفي نترككم إلى مباشر آخر وشكرا.